سؤال عن حكم وضع الكراسي آخر المسجد ومنع أصحابها من الصلاة مثلا في الصفوف المتقدمة، ربما مثلا بعض الناس ربما يجلس على كرسي ويصلي، فهل يعني ما هو يعني موضوع الصلاة على الكرسي، هل يجوز ولا لا يجوز، وأين يقف وهكذا. طبعا من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أو مأى بهما وجعل السجود أخفض من اللي من الركوع. المصلي قاعدا يجلس على الأرض أو على الكرسي بحسب ما يتيسر له، وهو مدعو كغير للمسابقة والمنافسة على الصف الأول، ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك، كما لا يجوز له أن ينفرد خلف الصف مع وجود متسع فيه. يعني مثلا فرض أن الإنسان عايز يصلي بكرسي وجاء مبكرا، فمن الممكن هو يكون من أهل الصف الأول ويجلس على الكرسي، ليس هناك حرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث طبعا على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لكن إذا كان وضع الكرسي يؤدي إلى إحداث فرجة في الصف، فينبغي أن يوضع مثلا في طرف الصف عن يمين الصف أو شمالي، أو يكون وسط الصف مع الحرص على سد الفرج، يعني عشان ما يعملش فرجة في أو تفرقة أو توسعة بين بين المصلين، فما ممكن أنه يكون عن يمين الصف أو عن يساره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وإذا اضطر المصلي للصلاة على الكرسي فليجعل أرجل الكرسي الخلفية محاذية للصف. يبقى أنت كيفية وضع الكرسي أنك أنت تكون أرجل الكرسي اللي في الخلف موازية للصف، يعني هو هيكون أمام يعني متقدم على الصف، لكن أرجل الكرسي الخلفية الأرجل من الخلف تكون هي اللي موازية هي الموازية للصف. فإذا كان المصلي سيصلي على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه، فإن كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود فإنه يحاذي الصف عند قيامه ويبقي كرسيه في ركوعه إن استطاع أن يركع بدونه، وإذا أراد السجود سحب كرسيه وجلس عليه بحيث يبقى جسمه داخل الصف وبمحاذاته. يعني واضح الكلام ان الانسان اذا اراد ان هو هيصلي على الكرسي، في فرق بين انسان سيصلي على الكرسي يعني مثلا هو جالس حتى في القيام هو جالس، فده خلاص وضعه ثابت. لكن في بعض الناس يصلي فقط على الكرسي في الركوع والسجود، يعني هو في حاله القيام يقف لكن لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، مثلا عنده مشكله في الارجل، عنده مشكله في ظهره، عنده مشكله في كذا، هو يستطيع الوقوف لكن لا يستطيع الركوع والسجود. ففي هذه الحاله بيقف، لما يقف يكون الكرسي في الخلف، يعني هو دائما يكون مع الصف كرسي خلفه. لكن اذا اراد ان هو عند الركوع من الممكن هو يسحب الكرسي من الخلف ويجلس ويجلس عليه حتى يركع او حتى او حتى يسجد. المقصود من كل هذا انه يجوز للانسان طالما انه لا يستطيع الوقوف ان يصلي على الكرسي، وإذا ما أراد أن هو أين وضع الكرسي كما قلنا دائما يكون وضع الكرسي بالنسبة للأرجل الخلفية هي التي تكون بمحاذاة الصف، وبالتالي يكون الصف موصول وليس هناك حرج في هذا الأمر. جزاكم الله خير.